اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. في وثائقيات كتير اتعملت على شبكة نتفليكس بتتكلم على موضوع الجريمة، سواء بقى بنتكلم عن السجون او عمليات اختطاف معينة كنا اتكلمنا عليها في حلقة سابقة، يعني هسيب لكم الحلقة في الديسكريبشن. ولكن المرة دي بقى هم عاملين مسلسل، يعني مسلسل قصير من 3 حلقات لكل بلد، مركز قوي على موضوع التحقيقات. في كل الافلام او المسلسلات دايما بتلاقي اللي هي متعلقة بالجريمة وكده، بتلاقي موضوع الغرفة بقى اللي فيها المحققين وبيقعدوا مع المجرم، وبيكون فيه طبعا اللي هي المراية اللي هي بتبقى عكسه وانت ما بتشوفش اللي وراها، واللي وراها بقى بيكونوا طبعا فريق عمل، منهم مثلا واحد او واحدة بيكونوا مسؤولين عن لغة الجسد، بيشوف حركاتك بيعرف منها انت بتكذب دلوقتي ولا انت صادق ولا ايه بالظبط. وواحد طبعا بيهتم بالتفاصيل، واحد تاني بيهتم بالتسجيل والصوت وكده. فهو فريق عمل متكامل بيبقى وراء المراية اللي انت شايفها وفاكر ان ما وراهاش حد. ولكن هنا بقى هو في المسلسل ده هو بيتقسم ل4 مجموعات، في اسمه كريمينال سبين ويو كي وفرانس وجيرماني. كل بلد يعني 3 حلقات، جايب لك مثلا 3، وكل حلقه ملهاش علاقه بالتانيه الا فيما يتعلق بالمحققين، يعني بقى في قصه كده ساعات بين المحققين نفسهم، في مشاكل في فريق التحقيق، في قصه حب في فريق التحقيق. فيعني بيكون دي الحاجه اللي هي مترابطه ما بين ال3 حلقات لكل بلد، ولكن المجرمين نفسهم ما لهمش علاقة ببعض، فكل حلقة مستقلة بنفسها. الفكرة هنا في المسلسل هو الضغط على المجرم، بيوريك الاساليب، بيوريك ان موضوع التحقيق ده مش تحقيق مع مجرم كده وخلاص، دي لعبة شطرنج، لعبة عقلية معقدة جدا، ان انت ازاي تستدرجه وتستخدم اساليب معينة. يعني مسكة القلم بتدل مثلا على توتر معين ممكن كذا، لو المجرم اتكلم بلغة الماضي الراجل ورا في فريق التحقيق عارف ان ده ليه معنى معين، ليه بيتكلم بكل حاجة بالماضي، هل ده خلاص ما عادش موجود دلوقتي. واساليب تانية كتير بتشوفها في المسلسل في فريق التحقيق والمشرف على الفريق. كان في عدد من النجوم طبعا، في يعني عدد من الاجزاء، منهم مثلا في كاثرين كيليو، في ديفيد تيننت، وفي كل بلد بقى هتلاقي في نجوم مشهورين ونجوم تانية مش معروفين قوي، ولكن التمثيل كان يعني ممتاز قوي في اللي بيقوم بدور المحقق كان، وبالذات يعني عجبني اكتر واحد اللي هو كريمينال فرانس، يعني بتاعت فرنسا كانت بصراحة ممتازة جدا، وكمان بتاعت يوكي، يمكن دول افضل جزئين عجبوني. ولكن كانت يعني هو كلها مفاجآت طبعا، انت لما بتشوف التحقيق مع المجرم وما تعرفش هو مذنب ولا مش مذنب ولا هيقود لشخص تاني من خلال كلامه ان هو ده الشخص المجرم، كانت اكتر مفاجأة فاجأتني يمكن الحلقة الاولى في الجزء بتاع المانيا، دي كانت غريبة جدا بالنسبة لي. هو كلها مفاجآت ولكن دي اكبر مفاجأة بقى، يعني كانت في الكريمينال جيرماني. بيوريك بقى ازاي فريق العمل بيضغط جامد جدا على الشخص اللي قدامه، بيكون معاه بعض الادلة ولكن محتاج تأكيد او محتاج اعتراف، فازاي انا هنزع منك الاعتراف ده، لازم احصرك بالاسئلة يمين وشمال لحد لحظة الانهيار. وهي المفاجأة هنا تبقى محروقة لو هو دايما بيكون الشخص اللي قدامك ده هو المجرم، هو مش شرط خالص، ساعات بيبقى هو المجرم وساعات بيقود لحد تاني، يعني بيقع بالكلام ولكن بيقود لشخص تاني، لان لو هي كل الحلقات هو الشخص ده وخلاص فكده يعني لا، لكن في حلقات بتبقى بتقود لاشخاص تاني. بيستخدموا مثلا اساليب الضغط، اساليب تبقى عنيف شوية تبقى هادي شوية، طبعا لغة الجسد كانت من اهم الاشياء اللي موجودة في المسلسل في من خلال فريق العمل، يعني كل حاجة، حتى نظرة العين بيعرف منها كذاب ولا لا، طريقة كلامه، لو عرق في جلسة التحقيقات، كل شيء بيعمله بيدرسوه بعناية جدا من خلال فريق التحقيقات. يمكن من الشيء الغريب هنا في المسلسل، يعني هو في جوانب كتير مميزة، انت بتعرف اساليب التحقيقات بتبقى ماشية ازاي في بلاد مختلفة، وكمان بتتعرف على دور كل واحد في فريق التحقيق وكده، ولكن في شيء غريب في المسلسل شويه هو دور المحامي. انا ما يعني في بعض الحلقات كان حاسس ان المحامي شخص سلبي، طبعا هو انا ما اعرفش يعني قانونا في التحقيقات عموما بيكون دور المحامي ايه بالظبط، بس كنت بشوفه في الافلام عموما
بيكون اقوى من كده وبيطلب طلبات وبيقول له لا ما تردش دلوقتي ويرد بداله. ولكن في بعض الحلقات شفتها ممكن ده الجانب السلبي شويه في مسلسل في كذا حلقه يعني، ان المحامي كان شبه صامت، انا ما اعرفش ايه دوره بالظبط او قاعد بيعمل ايه، وبتلاقيه استسلم وقفل الملف يعني كان المحامي سلبي لحد ما. فانا ما اعرفش ده، طبعا هم اكيد براجعين الامور القانونيه بشكل كبير قبل ما يعملوا حلقات زي دي، فيمكن في بعض الحالات بيكون الدور كده للمحامي، ولكن انا كنت علامه استفهام شويه في بعض الحلقات في المسلسل. ودي كانت الحلقه عن مسلسل التحقيقات والجريمه كريمينال، هو 4 بلاد ب4 اجزاء، كل جزء 3 حلقات، ومسلسل جميل وهيعجبكم جدا للي مهتم بقى بامور التحقيقات في الجرائم وكده، وازاي ممكن تاخد اعتراف على الشخص او على شخص تاني، وبنخلي الشخص المتهم اللي قدامنا ازاي يقع بالكلام او يدينا تفاصيل اللي هو عمله. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة، مع السلامة.